خش يا حيوان تجرجرني كده وفي نصاص الليالي على الاقسام بشوال الفحم اللي انت ماشي معاه ده. طب انا كنت اعمل ايه يا دوله؟ بس انت مش قايل بنفسك ما تجيبهاش ليا على البيت يا دوله؟ تقوم وديها على جنينه. جنينه يا غبي، جنينه تبيت فيها يا حيوان. لا اله الا الله. طب ايه الغلط في كده؟ جنينه يا نهارك اسود، تقعد بنت خالتك وتبيتها في جنينه يا متوحش. الرك عليها، ايه اللي يخليها تمشي ورا واحد دهول زي ده كده؟ عندك حب جبت لي الكلام وانت اخنفك مش طايقك. يا قطه ما تتكلمي يا حبيبتي، ولا هو لا صوت ولا صوره، لا شايفينك ولا سامعين حسك. جنينه جنينه يا حيوان، تبيتها في جنينه. يا دوله يا دوله، والله هي متعوده على الخضره، هي كانت بتبات في الغيط. الغيط حاجه والجنينه العامة حاجه تانية يا ابني. يا عم كلها خضره دوله وكله بيترش في الاخر. طب ما انت اللي غلطان يا عادل، انت معتمد على واحد غير مسؤول عن المسؤوليه اللي المفروض يبقى مسؤول عنها. مش ممكن. عاجبك كده نسمع الكلام اللي احنا مش فاهمينه؟ خلاص يا جماعه ما تزعلوش نفسكم، انا هاخدها تبيت في تحت سفح الهرم. ايه ده تعالى هنا. سفح الهرم ده ايه؟ انت عايز مشاكل وخلاص ولا ايه؟ سفح الهرم ده ايه؟ ما عندناش دم، ما عندناش مروءه، ما عندناش اخلاق، ما عندناش يا ماما مكان تبيت فيه خالص. واهدي بقى يا ماما. اهدي تلقح في اي حته في المطبخ ولا اي حته في الصاله. سفح الهرم ايه يا جماعه؟ طوبه تقع عليها من الهرم تفتح نفخها، ولا حصان معدي يدوس عليها، ولا بلبل يصحى يخضها بالليل؟ لا لا لا، احنا مش ناقصين مشاكل يا جماعه. وبعدين ازاي يعني تنام تحت سفح الهرم في البرد ده هو؟ وبعدين الموت بتاعها ممكن يتقلب، لان هناك بيعملوا اوبرا عايده وبيعملوا الصوت والضوء بالليل، بالاضافه لوجود تيار هوائي قادم من تحت سفح الهرم مع رياح غربيه شرقيه ممكن تفطس. لا 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 لا، خلاص يا جماعه انا موافق ان هي تبيت هنا اهو تحت سفح المطبخ. يا قطه ايه رايك في البيته اللي اخترناها لك؟ ايه رايك دي؟ احنا ما عندناش حريم تقول رايها خالص بتاتا. انا هنا راجل البيت، زفت البرك دي تسمع الكلام وهي خرصه وتنفذه. ايه رايك عنبه على المطبخ؟ نجرب بسرعه. ده انا رمزي قلت لها نجرب على المطبخ بالريموت كنترول كده تجري على المطبخ. ايوه بتدي بيتك ده، انت شخصيه. يالا شخصيه دوله. طب اطلع بره.